الكابتن داود الحوت نعم. وايضا الكابتن احمد. من صبح عليكم، صباح الخير. اهلا صباح النور. اهلا وسهلا فيكم، نورتوا استديو يوم جديد. خلينا نحكي احنا وياكم اليوم عن التمارين اللي راح تفرجوها للمشاهدين. اليوم راح يكون في عندنا تمارين بحبال المقاومه، راح على الجزء العلوي من الجسم، راح نستخدمها ونشرح للمشاهدين كيف يستخدموها بالبيت. نعم. يعني تمارين نقدر نعملها من البيت اكيد باستخدام كثير بسيط، راح نستخدم حبال المقاومه بسيطه بنادي رياضي او لا، استخدامها كثير بسيط في البيت، معدات بسيطه. نعم صحيح. تفضلوا هوا معكم، تفضلوا. صباح الخير مشاهدينا، اليوم نبلش تمارين الاحماء. اول شيء عشان نبلش بتمارين المقاومه بحبال المقاومه، كيف نبلش؟ فورم اب طبعا، لازم نحمي كثير منيح الجزء العلوي عشان نتفادى اي اصابه ممكن تصير معنا. ركز كمان على النفس، ركوت ما ننسى نعمل ورم، نضل ناخذ نفس لحتى نوصل الاكسجين لكل عضلاتنا ونتفادى الاصابات. هون كوت طبعا مده الاحماء تتراوح بين العشر دقائق لربع ساعه حسب الجو، كمان مرات تحكمنا. اوكي خلص تمرين اول كوت، انا راح اعمل بوش ابس وانت بتعمل تمرين للبايسبس. للبايسبس اوكي، يلا تفضل. اوكي اوكي هدول عشان تاخذ راحتك. يلا بلش تمرين البوش ابس. طبعا في عندنا تو اوبشنز للبوش ابس، ممكن نعمل الفول، ممكن نعمل ايزي اوبشن. هون طبعا راح الف هيك عشان تشوفوا لي احسن، ممكن على الركب، اللي بيستصعب الموضوع ممكن يعمل على الركب يبلش لحتى يقوي حاله وبعدين نعمل الفل. طبعا ضل نتنفس. ثري تو وان. طيب احمد هلا راح يعمل عندنا تمرين البايسبس. هلا رح نعمل تمرين عضلة البايسبس باستخدام الرابر باند، حنبلش فيها بهذا الشكل، بنستخدمها بنثبتها على الارض برجلينا وبنبلش منها. ممكن هلا للتمرين مع الكوتش ديفيد اللي هو الترايسبس اكستنشن، رح نعمل ترايسبس، نعمل مع بعض كوتش، تعمل احدى الريز مع بعض. طبعا التمرين راح اعمله انا تمرين عضلات الترايسبس، برضه ممكن نستخدمها بحبال المقاومه بالبيت، وش احمد راح يعمل لعضلات الكتف. لعضلات الكتف بالبيت نمسكه بهذا الشكل، نثبت نطلع. اوكي بلش كوتش. تمام يس. التمرين هون لعضلة الكتف الجانبية أو اللاترال، بنثبت الرابر باند بهذا الشكل تحت رجلينا وبنطلع لفوق. طيب بنحاول نخلي فيه تنية صغيرة بالكوع من هون، تنية بسيطة عشان نخفف التنشن على المرفق على المفصل. طبعا تكرارات بنعمل من 10 ل 15 تكرار لكل ايد كل تمرين. بنبدل على الايد الثانية برضه بهذا الشكل. طبعا اذا حسينا امراض انه الرابر باند كانت شاده شوي مثلا، ممكن انه نعدلها بهذا الشكل، يعني نقربها او نبعدها تحت رجلينا على حسب المناسب بحيث ما تكون شاد كثير. ومن شاء الله عليك. ثانك يو. ضل عندك كوتش تمرين اللي نكمل التمرين اللي بعده. يس. راح نعمل برضه تمرين للكتاف الامامي، عضله ال بتيجي هون عندنا، نطلع فيها زي هيك.
ثبت ايدينا نفس الشيء برضه. في ثاني بسيط في الكوع ما بنفد، بنمد الايد على الاخر ثاني بسيط نطلع من عند برضه من 10 لـ15 تكرار. طبعا نركز على النفس زي ما الكوتش ديفيد بيعمل، نركز على النفس خلال التمرين. طبعا احنا لما بنقاوم بنطلع النفس، واحنا بنريح ناخذ نفس بزر. كمان 3 مور 1 2 3. التمرين اللي بعده راح يكون لعضله الاكتاف الخلفيه من هون، راح يكون بهذا الشكل. تمام. هون لازم نركز كثير منيح على استقامة الظهر، نلف هيك سايد كوتش بس عشان يشوفونا احسن. من هون هيك بالضبط، نركز انه الراس عندنا مستقيم مع الظهر ومع اللور باك ونبلش التمرين. تمام. وكمان نفس الشيء ما ننساش انه نتنفس. ممتاز كوتش. تمام. هلا هاي التمرين اللي حملناها تمرين كثير بسيطه، ممكن نستخدمها باي اداه بالبيت، بتمارين الحبال المقاومه هاي، نعمل الابر بادي ممكن نعمل كمان اللور بادي فيهم. اليوم بكفينا هيك لليوم، عملنا تكرارات من 10 ل 15 تكرار، ويعطينا الف عافيه. نبلش نعمل بس الكول داون. أوكي. مع بعض خفيف، نفس الحركات تقريبا بس انه بيشد اخف يعني بتكون بالضبط. نفس نعمل ستريتشنج، ننزل تحت هون، ننزل نطلع 10 مرات بعدين نثبت. زين فوق نعمل الابر بادي. يعطيكم ألف عافية كابتن أحمد وكابتن. الله يعافيك يا رب. بعدين إحنا مبسوطين بالألوان، ألوان صيفية ومحمد اليوم أحمر أصفر يعني. والمات أخضر، إشارة مرورية حاسة. والمات أخضر يعني ولا أحلى من هيك صح. أجواء صيفية. يعطيكم ألف عافية. بس سؤال موجه لكم عشان المشاهدين يستفيدوا أكثر. اليوم إحنا لما بنعمل تمارين في البيت لازم ندير بالنا على الحركات اللي بنعملها. فإيش الخطوات اللي ممكن الواحد يدير باله وهو عم بيعمل أي حركة رياضية عشان ما يأذي العضلة؟ طيب. هلا هو سوري تفضل. لا تفضل كنت. هلا هو بالعاده بده يركز الواحد على التكنيك. هلا مثلا ممكن يعني افضل شيء متوفر عند الكل انه اذا راح مثلا على جيم، هلا التمرين هذا التمرين اللي بنعملها احنا للبيت تمام. نعم. بس ان كان في جيم او تمكن انه يروح على الاقل عند كوتش او يفهم منه التمارين بيكون افضل، بحيث انه يعلمه على الاقل التكنيك الصح. صح. نعم. هلا دائما اللي بتدربوا عنا يعني طول ما تعلم انه التكنيك الصح خلص بصير هو عند يعني السيفتي بيكون منيح عنده، بحيث انه ما في خطورة إنه يعمل حركة غلط يأذي مفاصلة أو هيك. فأهم إشي إنه يتعلم التكنيك بطرق من ضمنها إنه يروح عند كوتش، سواء يتدرب عنده أو يروح عنده في الجيم يعني. نعم. بحيث إنه يعطيه التكنيك الصح وبعديها بيقدر يكمل تدريجياً، ممكن يعمل بعض الحركات. نعم. يعطيك ألف عافية يا كابتن أحمد حسن وكابتن داود الحوت، وإن شاء الله بنشوفكم أكيد بحلقات قادمة. إن شاء الله.